الشيوات لاله مولاتي ونتواصلوا اللحظه مع لطيفه من الدار البيضاء. الو لطيفه صباح الخير. الو صباح الخير. السلام عليكم. صباح النور. والله لا توحشناك وتوحشنا هذا الصوت. بارك الله فيك. كي داير اختي فانا؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. لاباس اختي. سمحي لي ضاربي شويه البرد. ما كاين حتى مشكل. كلنا هكاك. الله يجيب الشفاء ان شاء الله. الحمد لله كل شيء على خير ومرحبا بسلامك. والله الا المستمعات يعني توحشوك بزاف وافتقدناك. ولكن سالت الخطمه تيشدينا وصافي. كاين حتى مشكل. مرحبا بك في اي وقت لطيفه. شنو مجدنا اليوم؟ ان شاء الله مبروك عليك بدا كاين الفوز ديال جديده. أيه. الله يبارك فيك. احنا فرحانه. الحمد لله. ايوا يعني الدكواليدي في الحمد لله. والله الا رجويين ما يتقلقوش علينا ولكن هو عاش واحد شويه ديال الفرح وكيما فيها بس نفرحوا حتى حنا شويه. وي فرحوا حتى هما كتبدا كنستوق 50 عام فرحوا 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 لنا معاهم. الحمد لله. الله يكمل الرفق. بارك الله فيك. الله يكمل الخير اختي. تفضلي. عندي اختي عندي حريشات عندي لحم محمر. أيه. كاين عندي صابلي عندي شكل ديال الفقاس اللي بغيتي نعطيك. واخا شوفي باش غادي نبداو ونشوفوا على حسب الوقت. اللي بغيتي يعني. كيكه فضل. بغيتي نبدا بكيكه. اييه واخا. ان شاء الله. عندي اختي عندنا كيكه بالشوكولات. اها. ربعة ديال البيضات. ربعة البيضات فيها كاس ونص ديال الزيت. كاس ونص ديال الزيت. كاس ونص ديال سنيدة. كاس ونص ديال سنيدة. فيها جوج المعالق ديال الشوكولات غبرة. جوج معالق ديال الشوكولات غبرة. الشوكولات غبرة. فيها ثلاثة الخمارات. ثلاثة الخمارات الحلوة. فيها كاس ديال الماء. ايه كاس الماء. فيها اللوز مهرمش فسخ ومقلي ومهرمش. وفيها جوج كيسان ونص ديال الدقيق. جوج كيسان ونص ديال دقيق الفوز. ايه وعندنا باش نسقيوها عندنا كاس ديال القهوه سريعه الذوبان. كاس ديال القهوه. ايه وعاد تزين الشوكولات وياغوت. هذا نعبروا بالكاس على حسب ياك بدينا بالعنبه ولا بدينا كاس ديال العنبه. كاس ديال العنبه بكاس العنبه انا عندنا اربعه ديال البيضات. نعاود سمحي لي اذا سمحتي الله يجزيك ديال البيضات. لا بارك الله. عندنا اربعه ديال البيضات كاس ونص ديال الزيت. كاس ونص ديال السنيدة. فيها جوج المعالق ديال الشوكولات غبرة. فيها ثلاثة الخمارات. فيها كاس ديال الماء. فيها اللوز عندنا مهرمش مقلي ومهرمش. وعندنا جوج كيسان ونص ديال الدقيق. عندنا تزيين كاس ديال القهوة سريعة الذوبان كيكون الماء طايب تنديرو فيه ديك الساشية تكدير كون ملي يخرجو الكيكة غنسقوها بها هادي من بعد. وعندنا الشوكولات مذوب وياغوت تزيين في الأخر. طيب كنشدو هاد الكيكه اختي تنخدمو البيض مع سنيده مع الزيت مزيان تيرغوي. عاد تنزيدو داك الشوكولات شوف على حسب اللون ديال جوج المعالق اللي زدت اكثر شويه زيد على حسب تجي شويه كحله. ايه عاد تنزيدو داك الماء وكنديرو الدقيق كنغربلو مع ثلاثه الخمارات. ايه ديال الحلوه وكنزيدو داك اللوز اللي مهرمش كنمدو واحد شويه في الدقيق تنخدمو الدقيق وداك الشيء مزيان في الكيك. عاد كنديرو كنسمي هبط في داك اللوز كنديرو غبرو شويه في الدقيق وكنلوحو في الكيكه. اييه صافي وتندخلوها الفرن تطيب. ملي تطيب الكيكه تنخرجوها كنا موجدين داك الكاس ديال القهوه. كنسقيوها به كامله كيشرب كتبرد شويه كنجيبو داك الياغوت. كندهنو به عادي طبيعي كندهنو به كامله داك الكيكه تولي بيضاء حالي ديرين الشوكولات البيض هو راه غير ياغورت. ياغورت وكل كنا مذوبين داك المرطبات ديال الشوكولات. ايه كندوبوهم شويه الزبده حما مريم. شويه طايف ديال الزبده ولا شويه الزيت باش كيترخص لنا شويه داك الشوكولات. وكنجيبو كنزحنا بالمعيقه اللي عنده داك البوشيطه هذه ما عندهاش غير بالمعيقه تتزيد كديري خطيطه طوال. ايه كنديرو خطوطات تنكملوها كامله وكنجيبو الموس وكنبداو نجربو بحال اللي كنديرو داك ميلفاي. ايه كنجرو لعندنا. واخا وتتبرد كتجي غزاله هادي. اللي بغا يضبلها فشي لاطه كبيره شحال كتخرج عائليه كتخرج كثير. اييه واخا كتخرج كيما كثير الله يعطيك الصحه. هادي كيكه بالشوكولات. واخا وكاينه ثاني كيكه اخرى عاديه هادي طبيعيه داك ديال كندير فيها انا ديال الحليب نعطيك فيها مثلا بغيت ديري كندير فيها جوج بيضات. اييه فيها جوج بيضات فيها كاس ديال الزيت. كاس ديال سنيده. اييه كاس ديال الحليب. واخا فيها كاس ديال كاس زيت كاس سنيده وكاس الحليب. عندنا فيها جوج خمارات. جوج خمارات الحلوه. اييه وفيها جوج فاني. جوج فاني وعندنا كنخدموا الدقيق فيها جوج كيسان ونص ديال الدقيق.
جوج كيسان ونص ديال الطحين. ديال الطحين نعاود فيها البيضات. فيها كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، كاس ديال الحليب. عندنا فاش خمارات وجبكيه ديال الفاني وجوج كيسان ونص ديال الدقيق. كنشدو تنخدمو داك كنديروها في الخلاط ولا في داك الفاتور اللي عندو ديال اليد. كنخدم البيض والحليب لا كنخدم غير الزيت والسنيده والفاني وداكشي. كنخلي الدقيق على جنب هو الخميره والحليب تنديرو تيسخن. داك الكوز ديال الحليب تنديرو تيكون سخون. كنشد داك ديال الفاتور في يديا كنهز الكاس في يديا وكنبقى خدامه وكنخوي الكاس بحال اللي كنديرو داكشي ديال المايونيز. كان في الكاس ديال في الخلاط كنبدا نحيد ديك الغليقه الفوقيه كنخوي داك الحليب من الفوق شويه بشويه. هو دافي شويه، هو دافي سخون شويه. حتى كتكملي هذا كنخويوه من الكاس ولا كان في الخلاط كنديرو الطحين مباشر. كنغربلو داك الطحين حقت فيه واحد المعلقه ديال النشا. اييه معلقه نشا مع الطحين. مع الطحين ومع داك الخمارات جوج. احنا خدمناها مزيان. كنشدو بغينا نفرقوها كنفرقها انا بالنص كناخذ قد قد. كندير سمحي لي واحد المعلقه الخل كنخر هذه هذيك في الاخر. كطلع لك كتجي الكيكه غزاله هذيك كتجي طالعه من داكشي بالخل. وكنرجع كنقسم خيطين على جوج قد قد النص كنا كنزر باختي سانا وشويه دابا في الطريقه واخا ولكن واخا انت انا خدمت دابا الطحين داك الشيء خدمنا الكيكه قسموه على جوج. كنشد النص ندير فيه الشوكولاته الغبره والنص خليه بيض. داك النص كنخلط الشوكولاته يولي اللويه اللي بغيناه على حسب اللون كحل شويه خصو يكون. وكنجيب واحد جوج ضرارف وكنجي يكون دهن المول داير ماشي متقوب المول داير. كنشد كنجي اللوص كنكون داهنه بالزبده وراه الشاه بالطحين. وكنجي كنشد غراف بجوج في يديا كنخوي في الوسط تاع المول. كنخوي البيض ونقطع ونعاود ندير فوق من غادي نبدا العمليه نخوي البيض وتنحبس تنخوي الكحل وتنحبس تنكمل داكشي اللي عندي الكيكه اللي عندي في الغراس. الاخره تنجمعها بيدي تنهبطها. ملي كتخويتي في الوسط هي كتبيع كتدخل مزوقه. هي كتخوي في الوسط وهي غادا كتخوي في الوسط وهي كتسرح كتبيع على القاع ديال المول. صافي حنا كملناها وسالينا. كنجيبو اختي موس كنجيبو من الوسط ديال المول وكنجرو عندنا بحال شكل ديال الديكور ديال ميلفي كنمشيو للقياس اللي بغينا. كتجري لعندك كتكملي داك الجران تكملي المول كامل داير كتجي خطيطات بحال تقولي ميلفي وهي غادي تشوفها راه غادي تعجبو في ديك الطريقه الزويقي كيفاش. راه هذيك الطريقه ديالها كتجي زوينه وكتدخلها للفران بغيت تخرج كطيب وتخرجها تخلي داك الديكور كيبقى باين بحال ميلفي. بغا يدهنوها رشوها باللوز اختيار ليهم. وهي من الاحسن تبقى بحال هكا باش يبان داك المنظر ديالها. كيجي واحد ديك والله العظيم اللي شافت يقول لي شنو داك كيفاش كديروا الطريقه كيفاش وصلتي لهاد الطريقه. وهي غير هادي وداك المنظر ديالها زوين اختي. واخا الله يعطيك الصحه. هادو جوج انواع ديال الكيكات الاولى بالشوكولاته والثانيه يعني عاديه وكذلك حتى هي فيها الشوكولاته هي مزيانه على شكل ميلفوي. دابا عندي حريشات ديال البرا وكاين حريشات ديال السميده. عندنا حريشه بالسميده رقيقه. عندنا فيها كيلو ديال السميده رقيقه. عندنا كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت وكيلو تسميده رقيقه. كاس ديال الزيت كيلو تسميده رقيقه وكاس ديال الزيت وجوج كيسان ديال سنيده. نصف لتر ديال الحليب. نص لتر ديال الحليب. ديال الحليب فيها ثلاثه الخمارات. كاس ديال الزبده مذوبه. فيها شويه الملح ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار. صافي اختي سنة. صافي هادو هما المقادير. وشويه النافع. شويه النافع. وكنقرصوها في سميده غليظه. كنشد اختي كنلبسلبسوها ديك السميده مع الزيت ومع ديك الكاس ديال الزبده كنلبسلبسوها شويه بيدنا وكنزيدو داك السنيده. وهذاك وشويه الملح. وعاد كنزيدو الخميرة ونزيدو ثلاثة الباكية هذاك ثلاثة الباك ديال الخميرة اللي قلت لك. وكنزيد في الخميرة ديك المعلقة ديال الدار صغيرة. وكنحكو شوية النافع بيدينا. وكنزيدو كسكرة ديال الحليب كامل راه غادي تبقى شوية خفيفة واحد نخليها واحد شوية تشرب ماشي تتنسف بزاف غير شوية على حسب ما تجمعت شوية تبقى شوية خفيفة في يدك. كنكونو مجين واحد الجبانية
كنهزوا الكويره كنديروها في الكف ديال يدينا كل شويه كبيره وكنرشوا داك الجبانيه بشويه السميده غليظه وكنلوحوا داك الكويره وكنبدا نديروا كبدا تتكور في الجبانيه وكنرش عليها شويه السميده من الفوق وكندور الجبانيه في يدي ملي كندورها كتتكور في يدي في الجبانيه وكنقلبها وكنديرها في اللاطه اللاطه تكون مدهونه كيجيو غزالين هادو ما تنساو البدال ولا غير كتكور كي كتخبطها شويه في اللاطه تحطها اي صافي كتاخذ داك الشكل ومن بعد نديرها في اللاطه الفرن وكنشعلوا الفرن كنديروها من التحت حتى تفركع ملي كتشقق عاد كنطلعوها الفوق غير تطيب نفس الطريقه ديال الحرشه ديال الذره حرشه الذره عندنا فيها جوج كيسان ديال السميده ديال الذره ديال الدقيق ديال الذره جوج كيسان ديال الذره ديال الذره مطحونه اي عندنا جوج كيسان ديال السميده رقيقه جوج كيسان ديال السميده رقيقه وجوج كيسان ديال الدقيق الفورص اي عندنا كاس ديال الزيت فيها بيضه شويه النافع شويه الملح شويه جيجلان وعندنا شي السميده ديال الدار نعاود لك فيها جوج كيسان ديال السميده ديال الدره ديال الدقيق ديال الدره كنقول السميده نعاودو غالطين السميده الدقيق ديال الدره اي الدره جوج كيسان جوج كيسان ديال السميده رقيقه جوج كيسان ديال الفورص فيها جوج خمارات جوج خمارات ما سجلناهمش اي اه هذا نسيتهم اي لا مزيان زعما لا عاودت انا حطيت الخميره فيها كاس ديال الزيت فيها بيضه شويه النافع شويه الملح شويه الجيجلان وشويه الخميره ديال الدار ايه حتى هي نجمعوها نفس الطريقه حتى هي تنجمع حتى هي نفس الجبانيه بغينا نديرو السميده رقيقه نديرو السميده رقيقه نغيروها مع الغليظه بغات ديال السميده غليظه اختيارها هي نفس الطريقه ها هذه المقادير مغيره كتجيب ديال الدار تاهي زوينه وتا هي تطيب في الفران اللي تحت تشقق ايه وطلع حتى هي الفوق واخا هادشي اللي كاين دابا اي هادو يعني مشكور عطيتينا جوج كيكات بشكل مختلفين وجوج حريشات هكا بالنسبه للكوطي الله يعطيك الصحه قلتي عندك اللحم صابلي وكاين اللحم حمر اللي بغيتي دابا واخا الحامض عندي اللحم حمر بالحامض اي واخا ناخذو عندك الساعه نمشيو صابلي ان شاء الله ان شاء الله قاس وقت مره اخرى ان شاء الله ما كاين حتى مشكل تفضلي هاتي اختي عندنا اللحم حمر لحسب انسان انا عطيتك الطريقه بحال تلك المناسبات واللي بغا ينقص دبر المهم حنا عندنا اختي اللحم تيكون مغسول ومسقطر ياك اختي كنمشيو نوجدو الاقامه عندنا ليفزار عندنا سكنجبير عندنا الخرقوم بلدي عندنا شويه الزعفران وعندنا ضويمه ديال الزعفران عندنا اختي شويه راس الحانوت شي معلقه كوك ديال المهم راس الحانوت على قياس ايه راس الحانوت عندنا السمن عندنا الزيت البلديه والزيت العاديه عندنا الحامض مصير والحامض عادي خضر والبصله والثومه والقزبر والمعدنوس هادو حنا دابا مشينا للحم حنا غنشدو داك لكن غنبيع حد كنبيتوه الليل اللي بغا يدير الصباح الليل يقد اللحم الصباح كي يقد الا الحامض لا التوابل كلها تنقدو غير العطريه الثومه والقزبر والمعدنوس داكشي اللي قلنا التوابل تنمرمدو داك شويه السمن والملحه وتنمرمدو داك اللحم تنديرو عليه الماء ما نديروش لا والو غير الماء فاش كيتمرمد داكشي كيترقد وياخذ الحجم ديال اللحم وتيتقد في الطنجره ويبات مرقد هذا الليل كنشدو كنوضو باش نبغو نشعلو العفيسه ربغو ردو كيديرو على الفاخر اييه حنا درنا اختي اللحم تا يتسحر مزيان في داك الماء ديالو كنخليوه حتى يدخل شويه ديك الاقامه والتوابل كيشربها كندير لا زيت لا والو حتى كتدخل التوابل كلها تدخل في اللحم عاد كنكون مشلضة البصله كنزيد عليه البصله عندك توابل شرب لا كتزيد ديال البصله كتشوف اللي خاص الاقامه تزيدي شويه الاقامه على حسب عندنا ميزانه عندنا ميزانه وكندير اختي داك اللب ديال الحامض كنحيد ليه العلف اذا كان طاحناه كنسيبوه مطحون كان كنحيد ليه العلف وكنسيبوه هكا طيب كيطيب مع الحم من الاول هذا الا الحامض خضر لا حتى الاخر حقه المفتاح حر الكتير اختي نضيفوها هذاك حتى الاخر كنزيد نضيفها يو الحامض المعصر واخ وحنا نتبعو معاك اي كنشدو اختي كنخليو اللحم تيطيب حتى
حتى يدخلوا شويه طيب كنزيد داك الزيت البلدي وزيت الروميه ونزيد شي معلقه ديال السمن معاه. ايه وتنخليه حتى يطيب مزيان مع البصله وداك الشيء حتى كتحس حتى كتشوفي اللحم تحمر طنجره. ايه ملي كيتحمر الطنجره تكوني مجهده الحامض معصر حسب واحد الكويس على حسب اللحم. انا غنقول لك دابا قياس ما عرفتش على حسب اللحم. انا كنشوف كتكوني مجهده العصير ديال الحامض والمسكه دقوقه عندك. ايه تفضلي. والله هو يتلف والله العطا عدا هو صامي الكوك حتى نديرو. هو شكرا وكنشكر التحيه الاستاذه ديالنا عزيزه. شوف اختي عندي صابلي بالكوك وعندي فيه 250 غرام ديال الزبده العاديه. 250 غرام ديال الزبده العاديه في ربعة البيضات. كاس ونص ديال السكر كلاصي. وعندنا 125 غرام ديال الكوك. 100 ونص كاس ديال الزيت. واحد كيلو ديال الفوص على حسب. ما يدخلش كامل على حسب ما تبقاش تكون عجينه شويه خفيفه. ايه نعاود لك اختي عندي فيه 250 غرام ديال الزبده عاديه في ربعه ديال البيضات كاس ونص ديال السكر كلاصي 125 غرام ديال الكوك. عندنا نص كاس ديال الزيت. ايه واحد كيلو ديال الفوص على حسب الدقيق النوع ما يدخلش كامل غيبقى منه شي حاجه. صافي اختي تنجمعوا هاد الصابلي مزيان ما كيدلكش كيتجمع بالاصابع. إيه؟ ما تيدلكش طابلي. تيتجمع صافي مزيان ناخذوا الحجم ديال اللي جادين نقرصوا صافي كنديروا كويرات وتنطلقوه. ايه قبل وتنفرشوا ميكا تحت ديروا ميكا فوق منه. إيه؟ تنديروا المدلك باش يساعدنا في الهزان وما تيلصقش. دالفق واحد شويه ديال الانسان كيدير شي شويه كاع ما يكثرش وعاود يدير الميكا باش ما بديك الطريقه كتسهل علينا كجو بلاستيكات. وصافي اختي وكنقطعوه بالمرشم على حسب الشكل اللي بغينا. بغينا دائري راه كنديرو وحده دايره وحده مثقوبه. وتندخلوه تيطيب. ملي تيطيب كيولاو اللويين صفر شي بحال شكل دايره شويه تيطيب تنخرجوه كنكونوا مجدين الكوفيتير والجليكوز. وعندنا اللون ديال الروح ديال الفريز. الروح ديال الفريز ايه مشات هذا اللون. ايه كناخذوا داك الجليكوز مع الكوفيتير كنديروا فوق العافيه شويه كيترخف كنجيو كنحيدوا منه شويه جهد اللي غنبغوا ندهنوا به طبيعي ولا نديروا شويه الروح ديال الفريز. كنجيو كنديو الوسط ديال داك الدائره اللي ما مثقوبهش وتنخوف فيها شي معلقه ديال داك الروح داك ديال الجليكوز والروح والكوفيتير. ايه وكنجيبوا الدائره الدايره المثقوبه فوق منها تنحطوها فوق من صابلي. فوق منها تنكملوا العمليه كلها في اللاطه. كنجيبوا داك الجليكوز اللي ما مخلطش بالمروين وكندهنوا بشويته الوجه ديال داك الدائرات ولا ندهنهم قبل ما نلصقوهم ثاني راه تلصقيهم دهنيهم قبل وتتهزي تديريهم وكديروا فيهم داك اللوز مهرمش او ايفيلي من الفوق. اييه منين دهنوا بشويه الجليكوز كيلصق فيه داك الشيء ديال اللوز. كيلصق فيه. ايه وبغاهم ما فيهمش داك الملون يديرهم ثاني غير طابعه ديال يلصقهم ثاني بداك الجليكوز والكوفيتير. ايه كيبقى داك الشيء الحليب محلى اختياري داك الشيء اختي. طبيعي انواع راه عندي بزاف مره اخرى ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. ايه اكيد ان شاء الله مازال غادي نبقاو في تواصل. تبارك الله عليك لطيفه. ايه تحيه لكل صديقاتك والاستاذه ديالك عزيزه وكنشكرك بزاف. الله يحفظك اختي. وكنطلبك اختي الله يعطيك الصحه لوستي واحد الكيكه كدوز فيها زبيده الشافعي. ايه سمعت داك ديال شكيطو وما قيتش انا سولتني عليها قلت لها واش دايره نقول لها ليهم. واخا زبيده ديالي ما تجاوبيش واش طافي لك التليفون ما عرفتش. واخا حنا غادي نحاولوا نتنسقوا مع زبيده الشافعي ان شاء الله وتعاود لنا هذا. نسلم عليهم الجامع العائله وكل شيء اختي وشكرا. تبارك الله عليك مرحبا.